بينضم لينا في نفس الموضوع الاستاذ حافظ ابو سعد، عضو مجلس حقوق الانسان. مساء الخير يا استاذ حافظ. مساء الخير يا استاذ ريم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. قرار الحكومه بتشكيل وحدات في الوزارات والمحافظات، يعني حضرتك تابعته ازاي؟ والله انا بعتقد ان ده قرار مهم. اولا الاهتمام بقضيه حقوق الانسان ومناقشه تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان ده اهتمام في الحقيقه يعتبر الاول من نوعه منذ نشاه المجلس القومي عام 2004، واحنا اصدرنا 12 تقرير حتى الان، ولكن التقرير الوحيد الذي تم اهتمام به بهذا الشكل هو هذا التقرير. ناقشنا التقرير مع لجنه حقوق الانسان في البرلمان في جلسه مع الوزير عمر مروان، في الحقيقه كانت جلسه ثريه، واستمعنا للملاحظات وقدمنا التوصيات. وبالتالي لما يعني يعرض التقرير على مجلس الوزراء ثم يصدر قرارات من مجلس الوزراء بهذا الامر لتفعيل التوصيات ولتعزيز قضايا حقوق الانسان، انا رايي دي نقطه مهمه جدا. الجزء الثاني، وانا استمعت لحوار حضرتك مع المتحدث الرسمي، التعامل مع المنظمات الدوليه امر مهم جدا. تجاهل تقاريرها هذا امر خطير، لانه ده معناه ان احنا بنترك ما تتوصل اليه من استنتاجات دون الرد عليها، وبالتالي تتحول بعد ذلك الى حقائق او فاكتس، وبالتالي ده خطر على سجل مصر في مجال حقوق الانسان. ثم نجد بعد ذلك الاليات الدوليه نفسها تتبنى نفس التوصيات ونفس المقترحات ونفس الاتهامات دون ان يكون هناك رد على هذا الامر. فاذا انا بعتقد انه خلق اليات انصاف وطنيه وتفعيل دور الوزارات والجهات الرسميه في حمايه حقوق الانسان وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الانسان وتقويه التفاعل مع المجتمع المدني، دي كلها عناصر اساسيه اعتقد لو اعتمدنا عليها في فترة محددة نستطيع أن نغير سجل مصر في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم. ممكن أخذ فكرة من حضرتك عن قراءتك لهجوم مجلس النواب على تقرير مجلس حقوق الإنسان؟ دي آراء بعض السادة النواب، مش كل النواب طبعا، مختلفة مع بعض ما ورد في التقرير. وأديك أبرز مثال في الحقيقة كان الاعتراض على ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون الجامعات الأهلية. واحنا في الحقيقة رأينا أن القانون الذي كانت الحكومة قد أعدته هو الأصلح والأفضل لتنظيم عمل الجامعات الأهلية وتعزيز دورها وتسهيل عملها. أيضا أن هذا القانون يشكل استجابة لتوصيات الأمم المتحدة التي قدمت لمصر عام 2014، وكان منها توصية خاصة بإصدار قانون للجامعات الأهلية يسهل عمل المنظمات والجمعيات الأهلية ويعزز دورها. وبالتالي كان بعض السادة أعضاء المجلس النواب المحترمين كان ليهم ملاحظة أنه لا، إحنا عايزين القانون اللي موجود دوت اللي هو تم إصداره عن البرلمان، وإحنا ما رفضنا قانون الحكومة وهكذا. فكان ده ملاحظة من الملاحظات المهمة. طبعا يعني طالما انه مفيش توافق على ملاحظة معينة من مجلس، هذا امر يخص السادة النواب يعني، لكن في الاخر نحن يعني نتمتع بالاستقلال كمجلس، لا احد يتدخل في عملنا، لكن طبعا مقبول المناقشة ومقبول ان يبقى فيه ملاحظات، وده طبعا امر في مجتمع ديمقراطي متعارف عليه. انما المجلس القومي لحقوق الانسان مصر على ما جاء في التقرير، ويرى أن كل ما جاء في التقرير يعبر عن حقيقة ما رصدناه سواء شكاوي أو تقارير منظمات وفحصناه وتشاورنا مع الجهات الرسمية الحكومية ثم أصدرنا. لذلك أنا أديت مثل في هذا الاجتماع بإزاي أن المجلس لما بيحقق نتائج إيجابية في صالح الدولة المصرية. في قضية الاختفاء القسري، إحنا كان الحديث في العالم كله أن هناك عشرات الآلاف من المختفين قسريا. لما فتحنا الباب لتلقي الشكاوي وتعاونت وزارة الداخلية معانا، تقريبا اجمالي ما جاء الينا خلال العام كان حوالي 350 شكوى قال اصحابها انهم اختفاء قسري. فنحن لا نستطيع ان نغير المصطلح طالما هم اشتكوا، لكن نستطيع ان نغيره بعد ان نحقق. فلما راحت الشكاوي لوزارة الداخلية وتبين ان 220 حالة تقريبا موجودين في السجون في قضايا ومتهمين في قضايا، قلنا ان هؤلاء الاشخاص ليسوا مختفين قسريا ولكن متهمون امام قضايا وامام يعني احكام ستصدر ضدهم في هذه القضايا، والفيصل الاخير هو القانون. شكرا استاذ حافظ ابو سعد، عضو مجلس حقوق الانسان، على هذا التوضيح. شكرا جزيلا يا فندم.